هنروح لموضوع اخر، موضوع سينمائي بقى، بما ان احنا عندنا موسم سينمائي قوي بدأ من راس السنه ومستمر لموسم نص السنه. 8 افلام تم طرحها بالفعل او في طريقها للطرح خلال ايام من اجتماعي طبعا لكوميدي اجتماعي بقى الكوميدي لعدد كبير من النجوم والفنانين والفنانات. خلينا نروح لقراءة عن ملامح الموسم ده. معانا على تليفون الناقد الفني طارق الشناوي. بنصبح على حضرتك ودايما منورنا في صباح الخير يا مصر. اهلا يا جماعه، صباح الفل. صباح الخير يا استاذ طارق. كل سنه وانتم طيبين وحضرتك طيب. طيب في البدايه كده كلمنا عن الموسم الجديد اللي بدا طبعا بفيلم طرح فيلم نبيل الجميل النجم محمد هنيدي، فيلم كمان شلبي الفنان كريم محمود عبد العزيز. شايف البدايه عامله ازاي؟ بصي، اولا خلينا نقول انه السينما المصريه في العام الماضي الاضحى الماضي يعني قبل يعني اسبوعين مثلا لم تكن في حاله مرضيه. يعني لم تكن في حاله ترضي عشاق السينما المصريه اللي هي السينما الام في العالم العربي. صحيح. في الاواخر عرض فعلا في اخر عام العام الماضي او الذي اصبح ماضيا يعني فيلم محمد هنيدي بتصور انه جاب ايرادات طبقا لما هو يعني معلن، جاب ايرادات معقولة جدا. نعم. وبعد كده بدأت بقى سلسلة أفلام بعدها، نزل حوالي فعلا ثمان أفلام. صحيح. بعدها نزل، بعدها في طريقه، أغلبها بيغلب عليها الطابع الكوميدي المباشر. أنا طبعا شفت فيلم هنيدي. نعم. لكن لسه ما شفتش مثلا فيلم كريم محمود عبد العزيز ولا رامز، يعني المجموعة الأخرى دي اللي بعدها زي ما قلنا نزل او خلال ايام قلائل هينزل. لكن بكل الاحوال انا في وجود عروض سينمائيه وشاشات بتملا بافلام وجمهور يذهب للسينما، انا بحس انه بنت عاشة. ممكن اختلف مع بعض الافلام وده بديهي ومنطقي وصحي، لكن الحركه السينمائيه نفسها ينبغي أن تستمر. نعم. احنا السنة فاتت كل اللي عرضناه 25 فيلم. صحيح. في حين أنه كان الرقم يعني طبعا مش الرقم في السنوات اللي قبلها، السنوات اللي قبلها كان كورونا. يعني كورونا كانت مهيمنة على غيرت الحسابات. فبالتالي في العالم كله صحيح. الإقبال قل. لكن السنة دي المفروض أنه كانت الدنيا أخف بقى يعني والإجراءات اقل، فكان لازم يبقى العدد اكبر الحقيقه والمستوى كمان يعني على المستوى الكيف مش الكم بس. طيب خلينا نقف هنا يا استاذ طارق بقى عند المستوى تحديدا يعني وباعين الناقد الفني، يعني شايف ازاي النهارده المستوى اللي بيقدم فيه السينما المصريه وجوده المنتج اللي بيتم عرضه النهارده في للجمهور؟ مش عايز اظلم الافلام اللي لسه ما شفتهاش اللي هي خلينا نتكلم على حضرتك يعني شفته عرضت بعدها عرض فعلا وبعدها في طريقه. نعم. لكن عايز اقول انه في العام الماضي المستوى كان يعني دون المتوسط، تحت المتوسط، وده يعني تعبير مخفف. نعم. لان هو كان ابعد من كده بكتير. صح. يعني يمكن ما تطلعش في العام كله غير بفيلمين ثلاثه. نعم. وده مش دي يعني في الدنيا دايما التجاري، ودي لازم نبقى عارفينها، مصر فيها صناعه سينمائيه. نعم. وبالتالي الاغلبيه افلام تجاريه وده منطقي وصحي وصحيح. ولكن لازم نثبت على الاقل يعني مثلا 20% لافلام ابداعيا جيده بقى، يعني نقعد نتباهى بيها، تمثل مصر في المهرجانات، تعيش مع الزمن. صحيح. انا بشوف ان اللي هيعيش يعني او اللي هيقاوم الزمن من افلام العام الماضي فيلمين ثلاثة فقط، وده يعني لازم يحزن كل عشاق السينما المصرية. ده رقم قليل. صحيح. جدا، نسبة قليلة جدا. نسبة قليلة انه من وسط 25 لن يتبقى في الذاكرة سوى اثنين ثلاثة. طب ده شيء لا يرضي ابدا اي حد يعني ايه عاش الحياة السينمائية وشايفها وبيتابعها
لا النسبة مخيفة. طيب استاذ طارق، يعني ما حدش اتحرك. شايف احنا محتاجين ايه؟ شايف يعني عايز اقول شايف ايه التحركات؟ شايف ايه اللي احنا محتاجينه؟ انا هقول لك احنا محتاجين، انا هقول لك على حاجه اتعملت زمان. كان بيحصل ايه؟ مثلا صلاح ابو سيف المخرج الكبير نعم كان هيعمل فيلم اسمه لك يوم يا ظالم، عمله يعني بس كان بصدد المشروع وكان انتاجه. فهو حتى الاستاذ صلاح قال لي انه كان عنده في البيت طباخ. كويس؟ فالطباخ قال له انا هاجل، شوف الجمال، انا هاجل الفلوس اللي باخدها منك في الشهر شهريا لمده 3 4 شهور لغايه ما تنتج الفيلم. انا بقول لك طباخ مش ممثل. حلو؟ مدام فاتن حمامه وكانت طبعا هي الاسم رقم واحد، انا بكلمك على بكلم معاكم على الخمسينيات، بطلع الخمسينيات، كانت هي الاسم رقم واحد في السينما المصريه بعد ليلى مراد طبعا. فقالت له وانا يا صلاح مش هاخد اجري، لما الفيلم يتعرض وينجح هاخد اجري. مراته بقى زوجة الأستاذ صلاح اتبرعت يعني رهنت الصيغة بتاعتها. شايف الصورة ايه؟ شايفين الصورة ايه؟ فممكن المقاومة تبقى ازاي؟ انك انت مثلا كممثل لو نجم كبير وشايف ان الحكاية مش ماشية كويس، الإيقاع ضعيف، إيقاع الإنتاجي ضعيف، قول أنا يا جماعة أنا باخد الرقم ده كم مليون، حلو؟ لكن أنا هاخدهم بعد ما نعرض الفيلم من الشباك، فيبقى تعمل أفلام جيدة وفي نفس الوقت أنت عملت حاجة يعني كمبدع داخل الصناعة لإنعاش السينما المصرية، أنا شايف إن ده حل مهم جدا وملح في ظل انه دايما لما بتكلم حد يقول لك الامكانيات، يعني تقول له الفيلم يقول لك انا كنت عايز اسافر بره واعمل ديكورات ومش عارف ايه، لكن زي ما انت عارف الجزء الاقتصادي صعب شويه. طيب نحاول نفكر بره الصندوق، نرجع زي ما الجيل القديم عمل، والامثله عديده، انا ضربت مثل فعلا بمدام فاتن لكن عشان ذكراها الايام دي، لكن عشان الحت عليا يعني عشان ذكراها، ولكن كلهم هتلاقي شادي عمل كده، هتلاقي كل الكبار في لحظات مصيريه قال لك خلاص انا هاخد اجر، مش بقول للناس ما تاخدش اجور، لكن ممكن تفكر بس بيساعدوا على قد ما يقدروا يعني. اخش الفيلم وحابب يمكن اكتر، انا عايز اقول لك الفيلم ده لك يوم يا ظالم على سبيل المثل كسب، يعني كانت مدام فاتن بتاخد خمس ساعتها بتاخد 5000 صحيح، ممكن تكون خدت 7 لان الفيلم نجح فعلا تجاريا، ما كانش منتظر كتجربه جديده انه ينجح، نجح. فبالتالي حتى دم ريسك، بس ريسك ممكن كمان يكسبك اكتر، مش هتخسر، بس يا ريت الناس تفكر كده. ومخرج ممكن برضو ياجل اجره، وده ياجل، بقول لك كان الطباخ بتاع الاستاذ صلاح اجل اجره، فبالتالي يعني اللي بيشتغل ياجل ممكن. صحيح. طيب خليني اسال حضرتك يا استاذ طارق سؤال، يعني هل نقدر نقول ان احنا امام موسم كوميدي باقتدار؟ احنا بنتكلم على طرح فيلم هنيدي النجم الجميل المبدع الكوميديان نبيل الجميل، وبنتكلم كمان على فيلم اخر شلبي لكريم محمود عبد العزيز، ويمكن كريم المتابع ليه في السنوات الاخيره تحديدا شفنا حاله نضج ليه، واصبح يعني بيحذو نفس حذو الاستاذ الرائع طبعا محمود عبد العزيز. لا برافو عليك، انا لسه شفت فيلم كريم محمود عبد العزيز حتى لا. اللحظه اللي بكلمك فيها هو فيلم شلبي، لكن شفت الفيلم اللي قبله. واللي قبله وموسى الحقيقه ايه؟ وموسى الفيلم اللي قبله كمان في 21 اللي قبل قبله ده اللي قبل قبله، كويس؟ موسى قبل قبله، هو صحيح. الحقيقه اولا عنده اصرار على الوجود، ومعناها ايه اصرار على الوجود؟ ان في شركات انتاج متحمسه لكريم محمود عبد العزيز، انا شايف ان ده حماس في مكانه الصحيح. كريم محمود عبد العزيز بدا فعلا يقترب جدا من فكره نجم الشباك اللي هي يعني هي طبعا لم تتحقق بشكل يعني ما يعني بشكل مطلق، لكن في طريقه بدايات مبشره. برافو، ده تعبير كويس قوي. ان هو فعلا مبشر ان يصبح نجما للشباك جاذب للجمهور، ليس صدى لابوه محمود عبد العزيز، وكان صديق عزيز بالمناسبه، يعني انا بتكلم مش بس على فنان كبير، على صديق كمان. لا كريم الحقيقه ليس صوره من ابيه، ودي تحسب له انه تخلص من جلباب
الأمر. صحيح. دي تحسب تماما له. بالنسبة لهنيدي مؤكد إن في إيرادات وإيرادات معقولة، لكن أنا نصيحتي لهنيدي إنه يخرج بره الدايرة الدرامية اللي هو محطوط فيها. صحيح. ليه؟ إيه الدايرة الدرامية؟ دايما هتلاقي بقى له 30 سنة الشخصية دراميا عبارة عن واحد مقبل على الزواج من فتاة حسناء. لازم بقى أنت النهاردة هنيدي بعد 30 سنة من تقديم الشخصية دي مع تباين النجاحات، ما بقول يعني الفيلم الأخير نجح فعلا. صحيح. لكن ده مش معناها إنه مش مطلوب منه إنه يقفز لدائرة درامية مغايرة، يلعب دور الأب بقى، يعني بعد يعني هو تجاوز الـ50 ممكن يبقى أب وعنده أولاد وبتاع كده يعمل، وهتبقى كمان فرصة إنه يقدم ملامح كوميدية مختلفة. صحيح. فهي ما هيش فرصة ضائعة، بالعكس دي إضافة لهنيدي. هنيدي مؤكد فنان موهوب، مؤكد لما طلع من 97، شو بتكلمنا على كم سنة؟ صحيح. من سنة 97 وهو متحقق وله جمهور وحالة جميلة عندنا كلنا وعند العرب، مؤكد اسمه كمان. صحيح. اسم توزيع وفنان كوميديان قادر على العطاء في اللي بعده. صحيح. طيب أستاذ طارق، احنا يعني خلاص من فترة انتهى فيلم يوم 13، تتوقع هنشوفه خلال الموسم ده ولا لا؟ وشايف ايه يعني ايه الحصان الاسود في الموسم ده يعني يا فندم؟ فيلم يوم 13. يوم 13. اوكي. خلاص انتهى، ويعني تتوقع نشوف الموسم ده ولا لا؟ وبالنسبه لك مين الحصان الاسود للموسم ده؟ انت مستني تشوف مين؟ انهي نجمه؟ انهي نجم؟ انا قلت فعلا اللي انا براهن عليه بقوه كريم محمود عبد العزيز، بجد انا صحيح. مبسوط منه جدا لانه في الاول يستاهل الحقيقه، كلنا مبسوطين منه بصراحه. في البدايه انا كنت شايف ان هو صدى لمحمود، وانا ما بحبش ابدا الفنان مهما كان ابوه عظيم يبقى شبهه. هو تخلص منه تدريجيا بالمناسبه، في ناس ما بتعرفش. هو مش تخلص، هو تمسك بنفسه. صحيح. حبه للاب ودايما كريم تحس يعني علاقته بمحمود لا تزال قائمه، يعني دايما في باله ودايما في حياته، ولكن بدا اشوف ملامح خاصه له. حتى بيعمل اعلان بتلاقي انه كريم حاله خاصه، يعني في كل صحيح. حاجه اعلان، في فيلم، في حضوره، في افهاته. فبالتالي انا شايف انه يستحق كريم محمود عبد العزيز ان انا اعتبره الجواب الرابح. انا ما شفتش الفيلم زي ما قلت، لسه هشوفه، وبعد كده ممكن يبقى لينا كلام. اتمنى انه يبقى فعلا توقعي في محله. ان شاء الله. بس بعد بيتر ميمي بالمناسبه، وبيتر من الناس اللي بتراهن، يعني ده في ثنائيه، وعامل ثنائيه مع بيتر ميمي. صحيح. بس كمخرج يعني هتلاقي ان الافلام الثلاثه الاخيره اخراج بيتر ميمي، ومعناها ان هم الاثنين بينهم في كيمياء مطلوبه. صحيح. بس يعني احنا منتظرين حضرتك تشوف فيلم شلبي، وبعد كده يبقى لينا لقاء مش كلام. حاضر. اوكي لازم ان شاء الله خلال ايام هتلاقيني شفته ان شاء الله. يعني الاستاذ الكبير والناقد الفني طارق الشناوي، بنشكرك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.